وللحديث أكثر مشاهد الكرام يكون معنا عبر الهاتف دكتور عبد العزيز الشدادي مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب. مرحبا دكتور، مساء الخير. مرحبا، مساء النور، أهلا وسهلا بك، أحييك وأحيي المستمعين الكرام في قناة عدن الفضائية، وأشكركم على اهتمامكم بجانب الصحية في المحافظة. أهلا وسهلا فيك، شرف كبير دكتور عبد العزيز أن تكون معنا في برنامج بانوراما عدن. حقيقة نحن يعني تحدثنا اليوم في هذه الحلقة، تناولنا مجموعة من المحاور حول موضوع كورونا وحول موضوع شلل الأطفال وحول موضوع المنشآت الصحية وحالة التدهور والإهمال والمسؤولية. وجدنا أنكم في مأرب حقيقة يعني تصورون مثل يعني إيجابي أن نتحدث عنه وأن نتشرف فيما تقومون فيه. الحديث معكم أستاذي الغالي أو دكتورنا العزيز هو من آخر المستجدات، ماذا عن انطلاق حملة التطعيم الطارئة في بلادنا ضد شلل الأطفال، ماذا عنها في مأرب؟ حقيقة أنا قبل أبدأ أشكركم وأشكر الأخوة في إدارة القناة على اهتمامهم بالجانب الصحي والذي يحتاج فعلا إلى تسليط الضوء عليه بشكل مستمر. نحن في محافظة مأرب لله الحمد وبدعم من قيادة السلطة المحلية مثلا باللواء سلطان العرادة حفظه الله، وكذلك ما توليه وزارة الصحة من اهتمام بالقطاع الصحي. إلى حد ما كما ذكرت هناك تحسن في الوضع الصحي، وإن كان ليس بالوضع المطلوب لأنه النازحين في ازدياد والحروب وأيضا المحيطة بالمحافظة بكل جوانب أيضا في ازدياد من خلال الجرحى وأيضا تضاعف حالات الهلع والحالات النفسية داخل المخيمات النزوح ورحمها. بالنسبة لحملة الشلل، انطلقت حملة الشلل يوم السبت مصاحبة لجميع المحافظات المحررة والتي أتت استجابة للوضع الفردي الذي وصلت إليه الجمهورية اليمنية من خلال زيادة عدد حالات الشلل التي كنا بفضل الله عز وجل ومنذ 2006 أعلنت اليمن خالية من فيروس شلل الأطفال، إلا أنه نتيجة لما تقوم به الميليشيات من قتل الشعب، من ضمنها أنه منعت فرق التحصيل في الرابغ اللي تحت سيطرتها، ما أدى إلى ظهور حالات من جديد للأسف. نحن من ضمن المحافظات اللي أطلقت الحملة بفضل الله عز وجل في 6 مديريات من مديريات المحافظة التي هي مديرية المدينة ومديرية الوادي ومديرية مدغل ورغوان وكذلك حريب والعبدية، رغم أنه المديريتين حريب والعبدية كانت تقطع على يعني تحت سلطة الميليشيات لأنه تم تحريرها في الفترة الأخيرة، فاضطرينا أنه نتدخل فيها. طيب، نفس الخطة السابقة للأربع مديريات التي ذكرتها حديثا. طيب، حنتكلم معك حول موضوع تطبيع الأوضاع في حريب، لأنه أنتم بادرتم وفق توجيهات المحافظ في تطبيع الأوضاع في حريب. المأرب تعتبر محافظة خالية بالنسبة لموضوع شلل الأطفال؟ ظهرت لنا حالة للأسف قبل شهرين، حالة من مؤكدة من شلل الأطفال في محافظة المأرب من الأخوة الضيوفنا في المحافظة النازحين، والتي تأتت كما سبق الذكر نتيجة لمنع الميليشيات في مناطق سيطرتهم لفترة الحرب من تلقي اللقاحات. طيب دكتور، منظمة اليونيسف تقريبا على أساس أسست مكتب أو على وشك أنه يكون في مكتب لليونيسف في مأرب، ما الذي يضيفه لكم أنتم في المحافظة؟ خلينا نتكلم بشكل عام عن المنظمات بشكل عام. هو حين من بعد زيارة المندوب الإنساني ومشاهدته عيانا لحالات النزوح الهائلة ومخيمات النزوح ووضع الناس، وجه المكتب الإنساني جميع المنظمات الأممية بفتح مكاتب، من ضمن من استجاب مباشرة منظمة اليونيسف. طبعا اليونيسف يعتبر من أهم الشركاء لنا في الصحة حقيقة منذ العام 2006، تدخلاتهم كانت جيدة وكانوا هم المبادرين على خلاف بقية المنظمات الأممية، لأنه فيما بعد ذلك تلاها فتح الـ IOM اللي هو الهجرة الدولية لمكتبه في محافظة مأرب، وكانوا أول منظمة دولية فتحت في مأرب. نعتب على إخواننا في الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية على تأخرهم لفتح المكتب، هم اكتفوا بنفسك حتى الآن، رغم أنه زارونا من قبل وعدوا بفتح المكتب، وهذه أشياء تسهل وتيسر لنا قضية التواصل مع المنظمات وقضية الوصول الإنساني ووصول الناس بشكل سريع وبشكل يعني يكون أكثر فعالية، لأنه كنا ولا زال يعني كثير من المنظمات تتشتت يعني الأداء في المحافظة ما بين
المجرات الرئيسية في صنعاء، وكذلك المجرات اللي تبدأ في أو تعمل على توسعتها في عدن. طيب. وهذا يعطينا يعني يعطينا شيء من تشتت المهام التي مفترض تقوم بها المنظمات تجاه الحالة الإنسانية المخيفة التي تظهر في المحافظة نتيجة النزوح الهائل، وكذلك نتيجة الحروب المتواصلة على أطراف المحافظة. طيب، يعني وأنت أشرت إلى موضوع النزوح إلى مأرب الذي حقيقة مثلت اليمن الكبير، ما الذي الأعباء الذي تضيفها عليكم قدوم هذه الأفواج من النازحين؟ يعني ما هي الخدمات التي يتحصل عليها النازحون في مأرب؟ والله يا أخي الكريم، حيث نحن الفاضل لعزتهم توجيه السلطة، توجيه السلطة المحلية وتوجيه سيادة المحافظ، إلى أنه لابد أن تديول النازحين الاهتمام بحيث يتعاملوا بكل الخدمات مثل المدينين. وفضل عزيز حاولنا وتحاول المحافظة وأيضا بدفع وتوجيه مباشر من فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بقضايا النازحين. تقريبا كل الخدمات في المخيمات الرئيسية مثل مخيم الجوفينة وغيرها المخيمات التي قريبة من المدن، حتى يعني ما فيها الكهرباء، ما فيها الصرف الصحي، ما فيها المياه، وكذلك الخدمات الصحية. بدأنا نوجد لدينا 3 مستشفيات ميدانية في مراكز يعني النازحين أو في مخيمات النازحين، ولدينا 2 مراكز صحية أخرى ثابتة، وكذلك لدينا ما يقارب 25 فريق متنقل في مخيمات النزوح. ممتاز. طيب. طبعا مع شركائنا في الصحه من جميع المنظمات سواء الدوليه او المحليه. ممتاز. يعني بالنسبه يعني تطبيع الاوضاع الصحيه في مديريه حريب بعد تحريرها. كنا بفضل الله عز وجل كان من الشرف انه كنا في ضمن الفريق الذي وجه فيه المحافظه بالنزول الى هناك، وزرنا مستشفى المديريه والذي كان وضعه في وضع الاساس سيء. وجهنا عدد من المنظمات للتدخل، الان هناك 4 منظمات تدخلت في المستشفى، ويبدا يعني بدا في تغير ملحوظ وملموس بفضل الله عز وجل. مستشفى العطير الذي نشكرهم شكر جزيل على ادائهم، استأنفوا العمل في شكل في وقت مبكر، رغم انه اثناء زيارتي للمستشفى كان محاط بالالغام بشكل مخيف. تصور المنطقه التي تجاوز المستشفى نزع منها ما يزيد على 2500 لغم، رغم انها منطقه صغيره لا تتجاوز 2 كيلو متر مربع تقريبا. ومع هذا استأنفوا العمل وامددناهم بعدد وكمية من الأدوية، والحمد لله لا بأس، بدأت الأمور تمشي في أكثر المناطق. أيضا جميل. تقريبا 7 وحدات صحية استعادت عافية العمل فيها. نعم. من جديد بفضل الله عز وجل. بارك الله فيكم. طبي متنقل. بارك الله فيكم، بيض الله وجوهكم دكتور عبد العزيز. سؤال الأخير لك، يعني أنا من خلال عملية الإعداد لهذه الفقرة اتضح لي أنه في هناك المنشآت الصحية تحتاج إلى كثير من الأمور، أنتم أدرى بهذا الموضوع، ما الذي تحتاجه المنشآت الصحية في محافظة مأرب؟ أنا أقول لك على حاجة كان المفروض نتكلمها في سؤالك السابق. سلام. اللي تتكلم عن النزوح. نعم. أنه لك أن تتخيل بنية تحتية معدة في أدنى مستوياتها لما يقارب 500,000 من السكان الأصليين. نعم. تصير هذه البنية مطالبة بأن تتحمل أعباء 2,200,000 إضافة إلى 500,000 السابقين، من اللي هو هذه 2,200,000 حسب آخر تقرير للوحدة التنفيذية للنازحين من الإخوان النازحين. نعم. تخيل معي أنت والخلف شاهد الكريم كيف يعني كيف سيكون أداء هذه المنظومة الصحية لهذا الحجم المهول. نعم. الذي يزيد 4 أضعاف على ما كان عليه المجتمع. نعم. واللي أساسا ما كانت تؤدي الأداء الكافي. صحيح. للأسف أنه لا زالت منظمات الأمم المتحدة تعتمد المؤشرات القديمة للمحافظة، وإلى وقت قريب كانت الوزارة أيضا تعتمد نفس المؤشرات مما كان يؤدي إلى عجز شديد جدا في الأداء. لكن نتمنى أنه في ظل التغييرات وفتح المكاتب الأممية لمكاتبها في مأرب، وكذلك الاهتمام الذي توليه وزارة الصحة حاليا للمحافظة، أنه يكون الوضع أفضل إن شاء الله تعالى، وفي تحسن ملحوظ وإن كان لا يزال بطيء ولا يفي بالأغراض اللازمة للأداء الصحي في المحافظة. على سبيل المثال، المحافظة لا يوجد أي مركز متخصص مثلا مركز الأمراض التنفسية النفسية، وكذلك لا يوجد لدينا مركز قلب ولا يوجد مركز الأورام، رغم أن هذه الأمراض
تعتبر من اكبر الامراض اللي متفشيه والتي تعاني منها المحافظه، سواء نتيجه الحرب او نتيجه قرب المحافظه او وجود مصافي النفط في المحافظه، والتي تزيد فيها اعداد حالات الاورام في ظل عدم وجود مركز الاورام. شكرا لك. تستجر المحافظه فعلا للمراكز المتخصصه بشكل عام. نعم. وهذا ما يتطلب منا من الاخوه في قياده الوزاره وقياده المحافظه وكذلك الشركاء الصحه من المنظمات الامميه او المحليه سرعه التدخل واسناد القطاع الصحي مخافه ان ينهار في اي لحظه نتيجه الضغط الشديد الحاصل عليه. شكرا جزيلا لك دكتور عبد العزيز الشدادي مدير مكتب الصحه بمحافظه مأرب، شكرا جزيلا لك.